بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم جيت لكم فيديو استثنائي خاص بالمعلومات. غادي نستعمل فقط برنامج الباوربوينت اللي كتعرفوه كاملين، اللي كنعتبره شخصيا كنز عند كل واحد فينا، اللي ممكن تعمل به بزاف ديال الحاجات بلا بروغرامات بلا والو. إذا اليوم غادي نستعمل الباوربوينت باش نوجد واحد الطابع اداري رقمي مميز. هذا الطابع بحال هذا اللي كتشوفوا، كما كتعرفوا الطوابع كيكونوا اما بالازرق او لا بالاحمر، انا اختاريت اللون الاحمر، وهكا كيجي على الورقه اللي بغيت انا نطبعها. اذا غادي نوريكم كيفاش كنوجدوا الطابع الاداري الرقمي، وكذلك كيفاش غنديروه على واحد الورقه بحال هكا. اذا على بركه الله قوم معايا باش نعرفوا الطريقه كامله. غادي ناخذوا واحد لاباج فيرج كوم سا، أول حاجة غادي نمشي انسيرسيون فورم، غادي ناخذ هذه دائرة وغادي نجلسي، في نفس الوقت غادي نبرك على شيفت باش تكون لي دائرة. غادي نحاول نديرها في الوسط هكا، ثم غادي نمشي لغومبليساج، غومبليساج غادي ندير اوكان غومبليساج، دونك غتولي لي هكا. نمشي لكولور، نختار اللون الأحمر دائما في كولور، غادي نمشي لابيسور اوتر تري كوم سا، وهنا غادي نكبر هاد لارجور حسب اللي بغيت انا. انا غادي ندير 8 بحال هكا باش يجي لي غليظ بحال هكا. الان غادي ندير كوبي لهاد السيركل هادي، وغادي نجليسي هكا وفي نفس الوقت شيفت باش عاوتاني تبقى لي على شكل سيركل، على شكل دائره هكا. نديرها شويه في الوسط هكا، نزيد نصغرها شويه هكا. دونك غادي نصغر هاد ليبيسور ديال هاد الدائره الصغيره، نمشي هنا هاد لارجو نقص ندير فيها 5 باغ اكزومبل هكا. الان غادي نبدا نكتب، نمشي انسيرسيون زون دو تيكست، الحاجه نبدا بالاسم هنا استاذ محمد البخاري صح. غادي نختار الكاليبري، كاليبري كوم سا، نحاول نكبر الكتبة شوية، كنزيد نكبرها وكنديرها اونغرا وكنديرها باللون الأحمر بحال الطابع. نمشي لانسيرسيون عاوتاني زون دو تيكست، نكتب أستاذ التعليم الابتدائي، أستاذ التعليم الابتدائي كمسا. من بعد كنحاول نسونطريها، كنديرها اونغرا وكنديرها باللون الاحمر بحال الطابع باش يجي كلشي احمر. ان عاوتاني انسيرسيون زون دو تيكست، كتب هنا انسينيون دو لونسينيمون بريمير، انسينيون دو لونسينيمون بريمير فرونسي، enseignant de l'enseignement primaire comme ça. من بعد كنختار التيب ديكريتور دي كافوليني، وكنقص لا طاي ديال الكتبه، وكنحاول نسونطريها وكنديرها باللون الاحمر او اونغرا طبعا هاك احمر اس. غادي نديرو هاد اس هادي اللي هي بحال غادي نديرو الظل على داك الكتبه. انا غنقول لكم علاش، انا غنقول لكم علاش، حيت مهمه جدا. الان غادي نحاول نعمر هذه باش نكتب المديريه الاقليميه التي انتمي اليها والمؤسسه التي ادرس بها. في الانسيرسيون زون دو تيكست هنايا نحاول هكا، وغادي نكتب عندي مكتوبه بلا ما هذا دونك هاد النجيمات هادو ما ساهلين. ها ملي غتجيبوهم انسيرسيون، نمشي لسامبول، سامبول غتجي هنايا غتسارع هنا ويندين هادي، غتبرك عليها وتبدا هو هنا، ها هي ها هي شوف هنا هي، ودير انسيرسيون دير فيرمي. دونك انا عندي هنايا اليورا غادي نمسحها فوم.
هنا دابا الان غادي نمشي الفورما. فورما هنايا غادي نجي هنا الافي دو تكست، غادي نمشي نترانسفورمي وغادي نختار هاد لا تراجيكتوار هذا اللي داير. غادي نجي هنايا غادي نهبط هنايا، غادي نشكل بحال واحد المربع هكا. الان غادي نجي هاد النقطه الصفراء اللي كتبان لكم هنايا، صفراء ولا اورانج. غادي نجي غادي نبدا نسحبها هنايا حتى غادي نكون واحد الدائره ديالي هكا. الان غادي نكبر هاد الكتبه هادي، غادي نكبرها كبرها ها هي عندها الدور هي هي كومسا. الان غادي نبدا اما نصغرها اما نكبرها على حساب داك الدوره ديال الدائره ديالي. دائما باش تكون دائره دايره خصني منين نجليسي خصني نبرك كذلك على شيفت هكا. كذلك خصني تكون اون غرا ونمشي نبرك في داك اس، وانا غنقول لكم السبب علاش. دونك غادي نحاول ندورها شويه باش يجيو لي هاد النجيمات هنايا. الان غادي نكون ساليت الطابع ديالي. شنو غادي ندير باش نخرج هاد الطابع شفاف؟ دونك غادي نسيليكسيوني هادشي كامل كومسا، غادي نبرك بالزر الفأرة الأيمن وغادي نمشي انغوجيستري اون طون كيماج كومسا. اكزومبل نسميها ايماج ا بي سي تدير انغوجيستري. الان غادي نمشي لايماج ايماج كومسا. هذا هو الطابع الاداري ديالي، هذا هو الشكل النهائي. شوفوا معايا كيفاش طلع. دونك داك لومبغ اللي درت، داك الظل اللي درت للكتبه باش تكيت على داك اس، شوف هو اللي كيطلع لي هذا الطابع شفاف كيبان بهذا الكولور هذا داكوغ. الان كيفاش نحط هذا الطابع الاداري الرقمي على الصفحات ديالي؟ بقاو معايا. والحاجه غادي ندير كوبي ونمشي للورد ديالي اللي بغيت نطبع عليه. دونك انا مثلا خديت هذا، غادي نجي هنا هاد بي دو باج وغادي ندير كولي صح. الان شنو غادي ندير؟ غادي نبرك بزر الفأرة الايمن وغادي نمشي ابياج ابياج وغادي ندير دوفون لو تكست كومسا، بحال غادي يطلع لي على لو تكست. غادي نبدا نصغرو 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 هكا فيما بغيت نحطو ها. شوف كيفاش كيطلع، هذه هي النتيجه النهائيه. اذا بسهوله ممكن نوجد واحد الطابع اداري رقمي نديرو على الوثائق التربويه ديالي بكل سهوله وبلا حتى عذاب، وفقط باستعمال برنامج سهل جدا اللي هو الباور بوينت. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا وتبعتوا الطريقه من الاول حتى الاخر. القاكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.